بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل مرحبا بكم، اهلا وسهلا الى ملعب الكامب نو. ومن دون ليو ميسي الذي يدخل في هذه اللحظات سيكون في كرسي الاحتياط بعدما غاب في المباراة الاولى التي لعبت هنا وفاز فيها البارسا بالخمسة. برشلونة يستضيف ريال مدريد في نصف نهائي كأس اسبانيا. الفريقين وكوتينيو في وضعية تسلل، الحكم المساعد رفع الراية معلنا وضعية تسلل في الرجوز. يوصلها لتوني كروس، با رايعة بعيدة على كريم، رقبة ودخل كريم وجول. با جول بنزيما ومواصلة ناحية فاسكيز يفتح مجال التسجيل في الدقيقة السادسة. جول الكرة جوردي أربا والتوزيع في الهوم خطيرة لوكوتينيو. والدفاع عناصر البارسا، بوسكيتس لمالكوم، مالكوم لولولو الأبراي أرثور، مازال التوزيع والدفاع لصالح البارسا. يرفع الكرة خطيرة ورمو يرجع مرة ثانية في اتجاه نيلسون سيميدو. مالكوم سيميدو في خطأ، نعم سيد الحكم يخرج هو البطاقة في هذه المباراة. أنطونيو ماتيو كلهم على نفس الخط، الكرة مرفوعة في القائم الأول خطيرة. محاولة أخرى بيكي، بنزيما بيريز وفينيسيوس. فينيسيوس أراد أن يسوس بنزيما فينيسيوس أنا متأكد بأن فينيسيوس حب يحطها في الزاوية اليسرى من هنالك هذه التسديدة. نعم بنزيما يراوغ، بنزيما يدخل يرجع لفينيسيوس، التوزيع خطيرة ما هذه المساحات وما هذه الفرق. عشاق البارسا يقولون الراسية من هنالك من سواريز ورانكي على الطائر مثل ما جاءت ضربها الصغير بيمناه ماركوس يورينتي امام انظار تسلل. لا الحكم يقول لا. مالكوم وبابا خطيره، الشيلي يتفوق على البرازيلي والحكم رفع الرايه. وضعيه تسلل من مالكوم. دخل جوردي البا، كره ممتازه جوردي البا لكريم. الفراغات والمساحات وكريم ومازال والدفاع يلعب كما يريد فريق جديد. راكيتيت يستلمها، مالكوم يطلبها، يبحث عن سواريز ولكن باس مالكوم والكرة مرت سلامات، الكرة مرت سلامات بعد هذه الراسية من جيرارد بيكي. لوكاس دخل، لوكاس يوزع كرة خطيرة وبيكي. مالكوم في تنفيذ الركنية يرفعها عالية خطيرة وصعبة وخروج الحارس موفق. مالكوم مع مارسيلو، مالكوم دخل كرة خطيرة وممتازة سميدو، بابا خطيرة. هذه أول أخطر فرصة في المباراة لبرشلونة في تنفيذ هذه المخالفة. مالكوم وجول بابا القائم. ثاني فرصة للبارسا، هذه المرة أحلى وأجمل، صارت أجمل وراح لوكاس فاسكيز فينيسيوس. لا البرسا احذروا من راموس ولونجلا. الفرص لم تعد في اللعب ولكن رجعت به. مالكوم مازال، مالكوم يلعبها الكره لسواريز. ماذا فعل مالكوم وماذا فعل كايلور نافاس؟ ضيعتها سواريز. بابا خطيره شيء. مالكوم ومارسيلو يرفع كره خطيره من هنالك راكيتيت. عناصر برشلونه، مالكوم باليمنى توزيع رائعه وكايلور. مالكوم على الجهه اليمنى، مالكوم يرجع لراكيتيت والدفاع. مالكوم دخل، مالكوم راح، مالكوم مازال، مالكوم وراموس خطيره الكره في القائم الثاني. فينيسيوس يضربها، فينيسيوس والدفاع وتوني كروس. ذلك 6 دقائق لعبنا الان، هل ياتي الجول الان؟ لا ليس الان. وسط من هنالك لبوسكيتس، راكيتيتش وكوتينيو. من بعيد اول فرصه اتيحت لكوتينيو للتسديد من بعيد. مودريتش، لوكا مودريتش مع توني كروس، يفضل فينيسيوس. عاود اتذكركم بانه لو فيه واحد في مكان فينيسيوس بالخير. بابا ومسار خطيره. بابا القائم مالكوم وجول. اللعبه من اروع ما يكون.
راكيتيتش لكوتينيو، كوتينيو والتسديدة بين أحضان كيلور ناباس، ثاني تسديدة ميسي، راح ما زال جوردي ألبا، راح جوردي ألبا، جوردي ألبا، جوردي ألبا، الكرة خطيرة ونفس ترجعها وصلها لليو، ليو كرة جول، ليو بابا خطيرة، بابا اختفى له السراق، ميسي راح، ميسي دخل، ميسي تنفيذ هذه المخالفة لصالح البرشلونة. تعيسة هذه المخالفة من ليو ميسي، ذات الخطورة كارفاخال، بعيدة بعيدة الكرة هذه على كريم بنزيما، وراح لوكاس فاسكيز دخل توزيعة خطيرة، الكرة ألينيا 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 ألينيا، الكرة ضاعت مجددا وسرى مارسيلو، والكرة البعيدة لبنزيما رائعة، سواريز سواريز سواريز، شفتوا كيف راح للمدافع سواريز، ماكر انت يا سواريز، روعة، وكرة بايل 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 بايل، كنا نقول لو كان لاعب اخر في مكان فينيسيوس كان يصنع الفائدة، ورماسو سميدو، بابا بابا لا لا لا.